ويا مرحبا بالشباب، هينا خلصنا ستريم اللي هو قبل ديدلاين الجولة 26، وفاروق ارتكب ريسك كبير جدا لازم لسبب معين. احكي لهم شو عملت يا فاروق. اليوم كابتنت ماديسون لسبب واحد، انه احنا رايحين نحضر مباراة الساوثهامبتون والليستر في ملعب الساوثهامبتون، فانا لا راح اقدر اشجعه بس يجيب جول، ولا راح اقدر اعمل اشي، واكبر خازوق فانتسي راح اكله هاي السنة. خليكم معنا بالرحلة، أنا عندي بانس، فاروق كابتن ماديسون، راح يكون في ضحك ومحتوى قوي جدا، فخليكم معنا بفلوج اليوم. طبعا قبل ما نروح الملعب حبينا ناكل فطور ما له حل. طلع طلع يا شباب، طلع 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 طلع. شريف شو ماكل شريف؟ والله انا عندي واحد شكشوكه تحضيرا لهارفي بارنز، الهاتريك اللي بارنز بده يجيبه، فلازم نكون جاهزين، عندنا طاقه مع كاس القهوه كمان. الله عليك، عشان يكون في طاقه نشجع ماديسون لفاروق وبارنز لشريف، وعندنا هون سيف كمان ايناتشو كابتن، فلسه عنده لسه هو ماديسون. ها ايناتشو هاي لسه فيها مخاطره اكبر كثير، فراح يكون اي شوف حتى طالب امريكان عشان ايناتشو بده صحصح اكثر. انا لاتي يعني عشان مش كثير لازم صحصح. وهي احلى سجوق، ونشوفكم الاجواء مولعه قبل المباراه. توقعاتك سريعا وانت عم تسوي هيك قبل ما نوصل؟ ان شاء الله ان شاء الله جول واسيست، ان شاء الله جول واسيست. طب وصلنا لك يا ماديسون ونص. ايناتشو هاتريك، هاتريك من ايناتشو. انا صراحه هارفي بانز راح يجيب جول بس اتوقع. وانا وصلنا على ساوثهامبتون شباب، وعم نلفلف في الشوارع بدنا نشوف شو بدنا ناكل. شو جعبالك تاكل انت فاروق؟ طيب والله اسمع، انا قاعد ادور على ماديسون صراحه. لا شو انت ماديسون، احنا كل شيء فانتسي فانتسي، بدنا ناكل نستمتع شوي قبل المباراه. شو جعبالك تحلي وانك بتحب الحلو يا رب؟ والله هون في فريش كريبس كلهم زكين، تعال نشوف شو عندك. تعال عندهم سويت كريبس نوتيلا ستروبري بنانا، شايفين هلا من لفه هذه. ليه نمشي لتحت شوي صراحه؟ ما بدك تاكل؟ ما بدك تحلي؟ نتمشى هلا بالشوارع ونعطيكم اخر الاخبار شو بدنا نحلي قبل المباراة. جد اسمع، ايش توقعاتكم للجيم؟ قبل توقعات احنا قاعدين نمشي بامان الله، ولا بلشت مباراه ارسنال 14 ثانيه راح تكفين شيء، فشكله الوايلد كارد بدايتها شيء تعبان جدا. لسه اليوم حتى فاروق الصبح بحكي له يعني مين عندك انت دفاع من ارسنال؟ حجيب 100 نقطه وهيك، انا عندي زنشنكو والله، هاي الاثنين شيء راحت، بس املي فيك كبير يا زنشنكو انك تجيب لي جول زي الجولات الماضيه. انت شو رايك طيب يا فاروق؟ كيف والله ما عندي ولا دفاع ارسنال، ليش ما حطيتهم طيب؟ والله لسه انا ما عملت وايد كارد فاموري تمام. اوكي جاب لي 5 بوينت والامور حلوه، وهي الكلين شيت طارت يا كبير، ولهلا احنا بس ناقص ماديسون ولعها. بس جول مفاجئ صراحه، فاجات يعني. انا وصلني المباراه بلشت وبعدين كمان طف على السريع. احكي لك الصراحه، احنا كلنا حاطين كباتن من هاي المباراة، بس حاسس انه ولا واحد فيهم حيعمل شيء. انا حاطط ساكر، انا مش حاطط معك، انا بس عندي لاعب من ليستر، بس انا مش حاطط الكابتن ساكر. هيو اكل جول من اول هدف، راحت نقطة في الكلين شيت اللي هي ممكن بدل البلانك يعني. فاين متابعين على الاخبار ان شاء الله امور. انا قررت خلص، شو راح تاكل؟ بدي اجيب نوتيلا رويال. فرجيهم طيب شو راح تاكل؟ تيجي مع نوتيلا وفيرو روشيه. شوف شوف فرجيهم، والله بدها هيك هيزل نات و انا جمعت اللوتس يا شباب، حجيب هاي ومع هوت شوكليت سنار. بس هو المنيو فيه كثير اشياء غريبه، شكله راح اعمل ماي اون وافل.
هيك بحط معها وايت شوكليت شوية لوتس وفراولة. سيف ايش اسم بتاعته؟ تلو ريال. وين سو كنا شوب شوي وين ولا؟ وين نطلع؟ عند الوافلز اند كريبس. وهي اجى اكل شريف. شو للاسف عم باكل لحالي بدون الشباب اللي حضر اني اكل لانه رح تبرد لانه عندهم مشكله بالماشين وهيك، بس انا بفكر رح ينزل لي هيفنلي ديزرت. طلع شو اللي صار. عينه نزل لي عينه وافل مع لوتس وايت شوكليت وستروبري، يعني شكلها زاكي بس اعطينا 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 حبي من هون مش حتعبي، بس خلينا ناخذ لنا وحده. الله عليك الله الله عليك. صور دعاية صور دعاية بعمل. شو رأيك فيها؟ أعطينا من 10. بنصحكم فيه صراحة، وإذا بس تيجوا هون نحكي لكم من طرف FL بالعربي بيجيكم 20% discount. طب من رأيك من 10؟ رأيي من 10 زاكي صراحة. هو بيسك يعني. أعطينا رقم. بعملها بالبيت يعني 5 زاكي. غطى أنت. بفكر حيحكي لي هلا. وهي اللي هششلت. نار الهششلت. طبعا انا موصي لوتس كريب يا اخوان، بدي افرجيكم كيف تتاكل صح. اول شيء تاخذوا كرمبس حطوها هيك هون، بعدين قطع هيك وبي هيك، بعدين تقص لك مربع ثاني هيك، مربع ثاني هيك، بعدين تيجي تاخذ لك شويه ايس كريم. يا عيني يا عيني تنزلها هيك، تيجي تكمل لك الصوص عليها كمان. كان هاي حصة مع فاروق على كيفية تناول الكريب. خدوا نوتس. شوفوه هو مبسوط ومستمتع هلا، لأنه كمان ساعة ساعة ونص لما ماديسون ما يجيبش جول ولا يعمل أسيست رح تشوفوا فاروق تاني يعني، فاكسبوه هو مبسوط هلا. صراحة 9 من 10. 9 من 10. أوف والله ريتنج عالي جدا. نعطيهم نظرة مقربة. شو تعليقكم على الجول الثاني؟ الأرسنال يستقبل الهدف الثاني. يا سادة إنه الفاروق، أين هو الساكا؟ وين المارتينيلي يا شريف؟ وين؟ يعني صراحة والله أنا متفاجئ إيش عم بيصير. يعني أنا أول مرة بجيب ساكا على فريقي من الوايلد كارد وحطه كابتن، فعرفت أصلا ليه حطه كابتن، بس هو ما كنتش راح احطه، ما حطيته كنت راح احط كين، وكين لهلا يعني شريف نعس طالع فاضي. هو مش بس ساكا، عندي اوديجارد وعندي زينشينكو، كل واحد منزل له 2 بوينتس 2 بوينتس 2 بوينتس. شكله اليوم يوم ماديسون. وارسنال اتوقع انهم ضيعوا الدوري. ارسنال ضيعوا الدوري بسبب هاي الخساره. بس معاهم جيم سيتي الجاي. هلا اذا عملوا رومونتادا هلا باخر 30 دقيقه وفاجأونا هيك، يطلع ساكا يجيب له 3 جوال يهاتريك. خلينا نستنى ونشوف. جيشن وصل نوتيفيكيشن جول ارسنال. انا اذا اي حدا غير، اذا اي حدا جاب جول غير مارتينيلي ما راح يكون منيح لي، فان شاء الله مارتينيلي. مين ساكا؟ طيب ساكا ما هو مش حاطه كابتن. بديش الجول يا شباب، جول اوف شو خطير الجول. مين الهدف؟ بدنا نحكي الاسيست مين اول شيء. الاسيست ايميلي سميثرو. الجول توماس بارتي. الحمد لله يعني مفيد جدا للفانتسي لي كابتن ساكا اوديغارد وعندي زينشينكو. الحمد لله اتوقع انهم احتفلوا بس بالهدف مع توماس بارتي، غير هيك ما عملوا اي شيء ثاني. طبعا هسه احنا تقريبا وصلنا على الملعب ورا هاي، بس اجى خبر نار. بصير اكشن كثير واحنا بالطريق. خبر نار، دخل الجول الثاني. والله شريف مين مونتادا ارسنال رجع بالقوه. انت مين ساكا؟ ساكا. انا بدي مارتينيلي صراحه. ساكا وانا الجول لسه اقوى من الجول اللي قبله. مين احضروا مين اسيست؟ اسيست سميثرو. لا واحد لسه اسوء. لا اسي اسوء فييرا. لا ريس نيلسون. مين اذا مش عارف احضر مين جاب الجول. مين احضر؟ جابرييل. لا مين شبيه يعني واحد ثاني. صليبه. لا مش صليبه، كان لو صليبه كان موس كيه. ساكا. لا بن وايت. بن وايت الجول مش على اساس ما كان نازل اساسي. نزل بشوي انا مكيف من عندي. ساكا ما عمل شيء. كمان هاي الجول الثاني الشباب هلا عم بيحتفلوا كمان مع زينشينكو وساكا واوديغارد ومارتينيلي. للاسف مباراه ارسنال طلعت فاشله. قربنا هاي الملعب. الفريق فاشل كل ما تعتمد عليه بفشل. هي ميتوما حط جول وجروس اسيست. جد تحكي والله واحد الله يا حبيبي. ميتوما جول واسيست. اسمع يعني اختياري لمارش كان اكثر اختيار غبي يعني. ما كان استر جول اسيست وميتوما جول واسيست. احنا خلينا على البلوجينج فاروق نحكي ونروح نحضر مباريات وفكك من الاف بي ال. لسه في امل.
اليوم حاطين الكومبارزن عملنا لك مارش احسن. انا كنت حاطط كلهم انا كل احوال. طب هذول سؤال، هذول هلا هذول اسمع، هذول هلا كلهم رايحين على الملعب؟ لا رايحين يسدعوا ساوثهامبتون يعني؟ كلهم دير مارشين جو مارشين حيشوفوهم بيخسروا يعني. بس فاروق يعني فاروق راح نروح نقعد مع جمهور ساوثهامبتون، بس فاروق من جوا راح يكون بشجع ليستر من كل قلبه. ماديسون يعني ماديسون لازم هلا بعد يعني هالاند 4 نقاط، ساكا شكله بلانك، فما اذا ماديسون ظبط بالكابتن فاروق نزلت تشكيل شباب، خبر رائع وجميل جدا وانا كثير متحمس حاليا. ماديسون اساسي وهيناتشو اساسي لعيون المصور سيف، والامور نار وان شاء الله يظبط وساكا ما يعمل شيء. طب بدنا نوسخ، كلها نار، بدنا نوسخ اكل جيم هيك، ناخذ لنا فرايز شيب تعال صراحه نوسخ ايش هسه هلا ماكلين كثير والله لازم تنزل. انا اللي اكلته كانت عينه صراحه الفاضل، بدي شيء دسم اكثر. هاي بلشت معالم الملعب تبين، هاي الملعب من هون بلش سانت ماري ستاديوم، هاي ملعب جديد بضاف على القائمه اول مره. شريف حمي جاء لا بس الملعب صغير. لا منيح يعني كم 20,000 30,000 20,000 اتوقع 25,000 يعني احسن من استاد عمان يعني كثير. استاد ما له استاد عمان، البار عندنا واطي في اي شيء هون بكون احسن. طبعا هسه قاعدين بنستنى المباراة يعني ماديسون شفناه طمنت عليه قاعد يركض اموره تمام. خليف شو رايك؟ والله انا ما عجبني الوضع، لانه ناديت على وارد وما رد علي، وعلى ماديسون وما رد علي، ايناتشو ما رد علي. عشان الشباب والله انا كنت احكي له كم نقطه بده يجيب اليوم لعيون فاروق، بس ضلوا راكضوا داخل. بس يعني الاجواء صراحه مولعه على الاخر. طبعا اسمع، احنا كل ما ننادي على واحد من لعيبه ليستر بتحرنا واحد من تعاون ساوثهامبتون، فشكله راح ينقتل اليوم اذا ماديسون حط جول راح يقلب الدنيا. يعني هو اسمع فاروق لابس بلوزه ساوثهامبتون تحت بلوزته بس هو القلب بيشجع ليستر اليوم لعيون ماديسون. وانا بانز وعندنا نص مع ايناتشو، نص حاليا مستمتع بالاجواء الملعب، ترى اجواء الملعب حلوه، متوقع مباراه حلوه صراحه. انا متوقع النتيجه راح تكون، اتوقع النتيجه انا بحكي راح تكون 3-1 لليستر سيتي ان شاء الله. انا بقول نفس التوقع والله 3-1 اه والله نفس سبحان الله. هذا المتوقع 9-0 ان شاء الله. هاتريك ايناتشو، هاتريك بانز، وهاتريك ماديسون عشان كلنا نروح مبسوطين اليوم يعني. ويلا نستنى المباراه بقوه. المباراة وهي الوحش هارفي بانز عم بلعب على جهتنا،
اي الوحش اليوم راح يكون نجم المباراة هو. نشوفه بارنز هون، ماديسون هون، وعندك ايناتشو بالنص. باس من بارنز لايناتشو، ايناتشو جول، باس من ماديسون لبارنز، بارنز جول. مرت 3 دقائق وماديسون لسه ما سجل، وفرو بلش يتوتر. ايوه عم بركض، عم بركض ماديسون، انسى زي الغزال يعني. يا رب يا رب يا رب فرو، بس يعني فرو شكله متوتر، شكله انه متوتر. هي هو شكله شكله راح يلعب عليهم. حلو حلو، هاي بارن الشباب كمان ان شاء الله يظبطنا. انا مسجل شباب، شايفينه الخاين قاعد بيغني لي كم ذا ساينس، مشجع ساوثهامبتون، بس هو كذاب لابس بلوز وبيغني معهم، بس هو كذاب. هو عم بشجع ماديسون حاليا، عم بشجع ليستر. طلع هلا، بس ماديسون يجيب جول بصير يشجع ليستر. ماديسون ركلة حرة خطيرة لعند ماديسون، مش عارف مسامعيني منيح، بس سوى سوى ماديسون. شوفوا لي قريب والله معلمها شوت والله. انا بحكي رح يرفع، مستحيل يشوت من هون يعني، مستحيل انه يشوت من هون يعني. انا شايف رح يرفع هذا الطويل رقم 15 اللي هناك على الزاوية. بسرعة قبل ما يشوت، توقعات سريعة. اسيست اسيست ان شاء الله جول اسيست. يلا خلينا نشوف. انا نخليكم بقلب الحدث عشان نتصور. قريبة قريبة. يلا ان شاء الله اللي بعدها اللي بعدها اللي بعدها. كورنر لماديسون شباب، كورنر لماديسون، وفاروق على اعصابه. لعب باس. اوه هي بارنز. والله هذا كان جول مثالي لي ولك. هاي نصور نكمل الهجمة. الله يا ابو طويلة. طلعت هجمة فاشلة، بس 24 دقيقة لعب. توقعاته يعني حاسس رح يصير شيء ولا لا؟ ان شاء الله. انا بحكي انه بارنز اخطر واحد لهلا في المباراة. نص ايناتشو ايش رايك فيه؟ لا مسك الطابة يعني. والله لسه في وقت، في وقت معنا مجال للعودة يا اخوان. ركلة جزاء الى الساوثهامبتون يا اخوان. انا في مشكلة، انا ليش كابتن ماديسون؟ ما عمري حضرت مباراة الساوثهامبتون وخسر، فالوضع شكله تعبان. ساي براوزي رح يشوت، وحنا اي وارد براوز رح يشوت ركلة الجزاء شباب. وعندنا الشاب هون عنده وارد حارس، اتوقع انه يصدها ولا لا؟ توقعاته يصدها. خلينا نشوف اذا ممكن يصدها ولا لا. مشكلة ما ضل اعمل زوم اوت. صدق حالي عشرنا عند جمهور ساوثهامبتون. خايف من الجمهور. واسف كيف قفز هذا العادة. صدق واحد. الله يضرب والله. صلى عندي من بعد كأس العالم اكثر شيء جابه 2 بوينتس، هلا بده يصدرك للجزاء. الله يسامحك. والهدف الاول للساوثهامبتون عن طريق اللاعب الكراز، اسيست شي ادم بعد تصدي وورد، راحت كلين شيت. قروق كليف عادي انا بحب السيف. المهم هلا حلو المهم هلا ايش هلا بتولع، بصير بيجيبوا جول ليستر، بتولع مع ماديسون ايناتشو وبارنز. شو نص بس عادي، جاب لك تصدي ركلة جزاء فأحسن من ولا شيء. بس أنا حاسس ولعت شباب الملعب، ولعت. هاو جول صراحة بعد يراجع الفار، بعد راها طلعوا الخاين عم بشجع ماديسون من جوا، بس بشجع ساوثهامبتون من برا عشان الجمهور. شفنا الفار كان راح يلغي الجول ويرجع كلين شيت وارد، بس للاسف طارت الكلين شيت والمباراه حميت. هلا اتوقع انه ماديسون وبارنز وايناتشو هلا اجى وقتهم. شايف شو رايك ببارنز؟ والله بارنز الكرت الاصفر عم بيعمل حاله مصاب عشان ما ياخذ الكرت الاصفر. يونس ايش جنسيت؟ مصير اخذ ال ما
بارنز الكارت الاصفر يا سريع. الله يا ماديسون يلا. ممكن تكون اصابه مع اصفر واصفر لحاله اذا بيعمل منها رومنتادا ولا لا الله اعلم. الله يسامحك يا بارنز. طلعنا والله نجيب اكل على الهاف تايم بس قبل الهاف تايم بشوي شو صار يا فاروق اخبرهم. خربان خربان اول واحد كابتن اصابه تزبط معي يعني. طب ليش ليش طب طب ليش ليش هيك عم تت على الكل يعني؟ والله يعني اخذ كارت اصفر يعني نقطتين يعني ساكا احسن منه جايب اربعه بس لسه في شوط ثاني 45 دقيقه بيصير فيها المستحيل يا فاروق. خربان والله فاروق زعل كثير بدنا نروح نطعميه بطاطا وهيك بركي رجع صحصح على الشوط. الله على النغم. استاذ شريف شو رايك ب لا تعليق والله لا تعليق رحنا خروج بارنز غنى هوت دوج على الهاف تايم وماسك الهوت دوجاي وداخل على الملعب علشان الشوط الثاني ولا بسمع بالملعب شو بيحكوا. ريبليسنج نمبر 7 نمبر 7 مين هو رقم 7 اللاعب بارنز اللي هو لاعبي بالفريق اللي اخذ كرت اصفر مصاب طلع ما بعرف راح يلعب الجوله القادمه فأنا ما استفدت أي شيء مني حطيته بالوايلد كارد عندي تلخيص موسمي لهذا الموسم بالفانتسي صراحة ما لا تعليق لا تعليق ما كل شيء عم بيصير أصلا وماديسون بيعملش شيء واخذ أصفر كورنر لماديسون عم برفعها ماديسون وراح ينفتحهم بيجيب الأسيست اللي ما بيجيبها. رأيك بالرفعة يا فرو فرو بلش يفقد الأمل باقي فاروق بلش يفقد الامل طبعا باقي للمباراه نص ساعه. طلع طلع كيف الرياكشن استعوني متوتر متوتر مين هو صاحب سيف؟ الله فاروق فاروق عم بيوصل لمرحله فقدان السيطره يعني ممكن هلا فجاه يصير يشجع ليستر بالغلط هون ودنا على ساوثهامبتون شوي اكثر اللي ساكا وش اسمه ما عمل شيء. تخيل لو هسه ساكا جايب جول والله انا شايف كابتنة هالاند الاربع نقاط اللي جابها هي احسن شيء هاي الجوله. خلاص صار استسلم صار يشجع ساوثهامبتون عم برفعها من نص الملعب يعني هاي الامل الوحيد لفرو انه يجي شيء انه يجي اسس من نص الملعب ولا جول ولا اسس ولا شيء الطابع عندنا جت عندنا فاروق ضيعها ضيعها طيب فاروق 10 دقائق توقعات امل بسيط يا بس يعني هذا مع نزول فاردي طب طب كيف كيف تجيب الجول؟ بشوت فلس ار 1 ار 1 دائره ها؟ ايوه خلينا نشوف اخر 10 دقائق تو بي اور نوت تو بي لفاروق بس يعني مش تو بي نوت تو بي لو انه هالاند وساكا ظبطوا كان حكيناها بس لانه ولا واحد ظبط فهي to be أو to be يعني خلاص هيك احنا صرنا مشجعين ساوثهامبتون بشراسة هلا راح الجولة الجاي الجولة الجاي راح اجيب وارد بروز على فريقي شكله او هذا اللي جاب الجول على الكراز ونصير نشجع ساوثهامبتون بقوة لا ما تستسلم المباراة بتبدأ بعد الدقيقة 90 فما حاجة أنا بحكي فما حاجة أنت بتحكي فما حاجة ولا لا إحنا مدريدية هون في أمل لآخر ثانية فمع مع ماديسون تقريبا 5 دقائق لحتى يحول مسيرة فاروق من تعاسة إلى سعادة أبدية لا ليش تعاسة يا أخوي أنا أموري تمام جاي مقاطع أكثر منك انا عم بحاول اشجعك يعني قاعد تطلع علي اوكي اوكي بدنارك وحش وحش ضايل ثواني نفس تجيري طابع 5 دقائق بديله اخر 5 دقائق لفاروق نرجع لكم 5 دقائق ونحكيكم شو صار. والله بردنا لعيون ماديسون وبارنز ويناتشو وللاسف من أسوأ من سيء إلى أسوأ كل واحد أسوأ من الثاني يعني لا ولا واحد منهم عمل أي شيء يعني هو إيناتشو طلع أفضل واحد في النهاية هو الوحيد اللي ما أخذ كارت أصفر يعني عندي بان 0 وماديسون نقطة وبالكابتن 2 وارتصد بنت جاي بتعوض له الكابتن يعني بس أتصور آخر اللحظات بدون صوت هاي بسمع موسيقى راح تكون
راح مدرسي راح مدرسي راح مدرسي فما حاجة والله فوق فما حاجة فما حاجة شو قول فما حاجة ولا لا فري كيك بعلقها هو ولا بشوتها ولا برفع جد تحكي جد تحكي صور رياكشن تاعك مش تصور الجول بقدرش احتفظ راح اتمكس بياخد دقيقه اي وارد نزل ورق نص ورق نص وارد نزل كان وارد نزل اذا وارد بجيب جول انا بنزل على الملعب يلا بدك تعلق انت تسوي والله بقول لي عليه انا مش عارف كيف سواها جول ولا مش جول اخ كانت راح تدخل كورنر يلا يلا صح انا بحكي اسيست ماديسون جول وارد رجعت لماديسون ارفعها حلوه حلوة هيا واو واو الاسيست راحت بالعارضة الاسيست راحت بالعارضة يا فاروق والله صراحة كانت يعني هيك تيجي كلتش يعني اسيست معنا بس اسيست بس احسن من ولا اشي ردت فعلك ردت فعلك في لحظتها بس يعني اسمع هي اسست بس يعني بس اسست ولع الملعب ولع الملعب اتوقع انها انتهت المباراة بفوز ساوثهامبتون اوفر يا فروح حط اوفر عادي عادي احسن احسن منه يعني لو انه ساكا وهالاند زبط وكان نزل عليك بس ما في شيء نزل عليه ان شاء الله تعويض بالجوله القادمه نص ان شاء الله تعويض بالجوله القادمه هلا هلا بنعمل ريكاب سريع بعد ما نطلع من الملعب بس مباراه جميله وفاشله لماديسون وبانزو ايناتشي